مرحبا بكم مرة أخرى في الجزء الثاني من برنامج الماتينال بحذية مصممة الأزياء خولة بن رمضان. صباح الخير. صباح النور، شنو أحوالك فاطمة؟ الحمد لله، وأنت شنو أحوالك؟ الحمد لله صباح. الحمد لله. اليوم شنو نحكيو على القطايع اللي لازم نكونوا موجودين في خزانتنا هكا ولا خولة؟ تبديلة نتاع السيزون، دوك تويكا باش نبداو نعبيو في خزانة الشتاء. دوك في السيزون هذيا 2021-2022 شنو هما لي بيس فار اللي يلزمهم يكونوا موجودين باش نكونوا توندونس و على باش. دونك بحذينا الدكتوره مهر بن غشام اللي هو اخصائي في جراحه العظام والمفاصل. صباح الخير دكتور. عسلامة. شو احوالك؟ سافا لاباس؟ الحمد لله انيقه دكتور. محليك مواهر. اليوم باش نحكيو على الفورما اكس اللي هي نلقاها في الساقين الاغلبيه دكتور. شنو هو التعريف في الطب لها الحكايه الساعه؟ اولا انا مختص في جراحه عظام الاطفال. الاطفال بالذات. أيه. بالذات والمراهقين. حتى ما بين المولودين ما بين العام وال 18 سنه، هذا اختصاصي. فهمتك. اللي هو يفرق من الاختصاص نتاع الكبار. لانه احنا كجراحين عندنا مقياس اللي مش موجود عند الكبار اللي هو النمو. كل ما نعملوا حاجه كل ما ناخذوا قرار ناخذوا القرار حسب النمو بتاع الطفل وقداش مازال له النمو. هذا هو الاختصاص اللي هو المعروف في تونس، من تكون من وقت المرحوم محمد طيب قصاب الله يرحمه، وصار الاستقلاليه نتاعو من عام 89 وقت اللي كونت انا القسم تاع جراحه الاطفال في باب سعدون. صح. تمام. معناتها اكثر من قداش يجيو اكثر من تسعه، اكثر من 20 سنه. بارك الله. في القسم هذايا عندنا فريق كامل متكون واغلبيه الجراحين والاساتذه اللي موجودين على الساحه تكونوا عندنا. فهمتني؟ في خذاو جزء من الاختصاص هذايا، ولكن فما توا عدة جراحين مختصين في القطاع هذا بالذات اللي هما خارجين من معهد القصاب ومن سبيطار الصغار، وحتى كونا زاد ناس موجودين في سوسة وفي صفاقس. كي نحكيو دكتور على الفورما اكس، احنا هكا معروفه في تونس، تقول لك ساقي الفورما نتاعهم اكس، هي تجيك الصغيرات كي ولا تظهر من الصغار وحتى للمراهقه وغيره دكتور؟ هي الظاهرة هذه موجودة بكثرة، معناتها الصغار عادي، هنا نتكلم على الصغار العاديين. العاديين بداو عندهم ساقيهم كما يقولوا بال اون اكس ولا اون او. بالضبط. بالحرف الاكس ولا الاو، ويلفت انتظار الأطفال الأولياء. وأغلبية الوقت نجم نقولوا 90% هما يتصلحوا مع الوقت. معناتها الطفل يمشي ما بين العام وعام ونص، نجم نقبلوا حتى العامين قولوا، وقت اللي زاد يرزن على ساقيه ويبدا يمشي من الاول ساقيه يتقوسوا، حاجة عادية جدا. أغلبية الوقت يتقوسوا بالأو ولا يتقوسوا أون إكس، ولازم واحد يستنى حتى العمر 5 سنين ويتصلحوا بروحه. المهمة نتاع الاختصاصي هو أنه في الفحص الطبي لازم يشوف أنه هذا الاعوجاج ماهوش أثر مرض، ماهوش ناقص فيتامين أو عنده مشكلة في الغداء. هذا احنا لما نشوفوه فما إشارات نجمه، كي نشوفوا الطفل نشوفوا ساقيين نشوفوا المفاصل نتاعو عندهم فورما نورمال ولا، واذا كان عندنا شك نجمو نطلبو تصاور اللي هما ينجمو يظهروا موجود مرض او حاجه طبيعيه وباش تصلح. باهي دكتور، هنا فهمت اللي هو بالتحليل ممكن وبتصاور وغيره تنجم تعرفوه طبيعي والا لا. شو الاسباب اللي تخلي صغيرات عندهم المرض هذايا مثلا تاع الفورما اكس ولا الاو؟ هو 90% ماهوش مرض، هو الصغير لما يقف على ساقيه حاجة عادية أنه يرزن على ساقيه. باهي. ونعطيوه المهلة اللازمة حتى لعمر 5 سنين يتصلح بروحه. باهي.
ولكن فما أطفال يبدأوا ناقصين فيتامين فهمتني، هذوما ينجموا العظم نتاعهم ما يتكونش بصفة عادية فهمتني، والفيتامين هذية اللي يعطيوها الأطباء نتاع الصغار كل يوم البيدياتر يعطيوهم كل جرعة هذوك فهمتني، فيتامين دي هذية وقت اللي الأولياء يكونوا واعيين يعطيو على الأقل ربع ساعة سمش لولدهم، ربع ساعة مش معناتها ما نقولش أكثر، طبعا السمش باهية فهمتني في الشتاء مثلا لازمنا نخرجوهم صغارنا ما لازمهمش يبداو ما نخافوا عليهم دكتور زاد من الجريب ومن غوم وتشوف كوفيد، طبعا لازمك تمنحهم زاد من الخروج في الشتاء، فما ايامات ما فماش برد تلف ولدك وتخرجوا وتخليه كل السمش اللي تضرب على الجلده نتاعو هذيك تكون الفيتامين دي. فمثلا اللي قاعدين تشوفوا فيها على الشاشه توا هذه بنيه عملت لها عمليه عمرها 5 سنين، نجموا تشوفوا فما صور قبل شفناهم الصور شفتوهم الصور هذوما هذه مثلا هي كانت هكا ورديتها، هذه البنيه هذه معناتها ساقيها معوجين او كبير ياسر حيت، وكي تمشي ساقيها لداخل التصليح هذايا لازمه ياخذ بعين الاعتبار النمو نتاع البنت، خاطر فيه تصليح جراحي فهمتني على زوز ساقين على زوز ركيب فهمتني، وفما الجراحه هذه تصلح العظم ولكن زادة تعطي إمكانية تاع مش رجعوا التوازن نتاع النمو، مش الساقين ما يعاودوش يتعوجوا حتى وكان تكبر دكتورة حتى وكان تكبر والعظم نتاعها يكبر ما ترجعش، لازمنا نوصلوها حتى لآخر النمو نتاعها مش ساقيها ما يعاودوش يتعوجوا. دكتور ساعات نلاحظوا فما بعد البلوغ فما ناس تصير لهم تشوهات كي في العظام نتاعهم بعد البلوغ، تكون اسباب وراثيه والا ممكن كما كنت تحكي مونك نتاع فيتامين ولا شنو بالضبط؟ بعد ساعات هما صغار ما عندهمش مشاكل، كيف يكبروا شويه تصير بعد البلوغ، معناتها اللي مش يصير في البلوغ اللي هي فتره هامه ياسر في الحياه نتاع الطفل، هو فما اشارات قبل فماش حاجة تكون قاعدة وتخرج في النمو، لازم قبل ما يظهر الاعوجاج هذا الاختصاصي يعطي التشخيص نتاعو ويشوف أنه فيه إمكانية أنه مش يتعوج أم لا. فهمت. ولكن أغلبية الاعوجاج نتاع الصغار هذوما في الركيب نتاعهم هذايا أغلبية في العيادة معناتها عنا عشرات أطفال يجيو ساقيهم أون إكس ولا أو فهمتني، زواج الأقارب ما عندوش دخل، والطبيب نتاع الصغار البيدياتر فهمتني أغلبية الوقت لازمكم تاخذوا رأيه اللي هو عنده خبرة، وإذا كان عنده شك وقتها يبعثوا للطبيب اختصاصي بتاع جراحة عظام أطفال. معقول. شوفوا برشا توا برشا صغار معناتها الأولياء يتوجهوا للجراحين نتاع الكبار. طبعا ينجم يكون عنده تكوين جراحي نتاع كبار في الموضوع نتاع صغار، ولكن من احسن يكون انه يكون التشخيص عند اختصاصي، مش لانه الاختصاصي لما يعمل التشخيص نتاعو اغلبيه الوقت مش لازم يطلب تصاور ولا تحاليل، بالفحص الطبي يشوف فهمتني. بعض الأحيان نشوفوا الناس اللي ماهمش متكونين في الاختصاص هذايا يقول لك أنا خنثبت، هو وقت اللي تكون أنت اختصاصي نجم تعمل التشخيص نتاعك ما غير ما تعمل صورة، تعرفوا أنه الصور فهمتني هي أشعة، قد ما نقصوا من الأشعة وقد ما نقصوا من التحاليل فهمتني، قد ما نخفوا على الميزانية نتاع الأولياء زادة التشخيص والخبرة والتكوين في الميدان هذا يمكنك
أغلبية الوقت مش تاخذ فكرة. باي دكتورة، كان نرجع شوية لحكاية الإكس مع الفورمة إكس والأو، هل نحب حاجات مع متداولة عند التوينسة؟ أنت تصلحانا بيان سور كاختصاصي، يقول لك زواج الأقارب ينجم يكون سبب من الأسباب التشوه هذية في العظام، كما يقول لك زاد التكويش كيف نكوشوا صغار بالغالط ولا حاجة هكاية عندها دخل، السمنة صحيت والقماطة زادة وحكاية السمنة. هذوما برشا أسئلة مع بعضهم. أي هذوما الإشاعات معنى اللي تتقال. برشا أسئلة مع بعضهم اليوم ما همش في نفس الميدان. طبعا جواز الأقارب يعطي إمكانية أكثر أن يكونوا تشوه خلقي في الأطفال. هذا واضح. وإحنا نزمو نقولوا اللي في تونس موجود الكوسانجينيتي هذا اللي ماخذ بنت عمو وبنت خالو موجود. ولكن كي نقاربوا بالبلدان المجاورة احنا اقل برشا، والتونسي واعي انه اللي معناتها لازم يتفادى المشكله هذه. نجم يكون السبب زواج الاقارب؟ نجم طبعا، فما الصغار هذوما يكون عندهم حاجتين، ساقيه تبدا معوجه، يا تشوه خلقي من الجين نتاعو اللي هو السبب نتاع الاعوجاج، يا اعوج نتاع العظام اللي هو ينجم يكون اثر مرض. معناتها كما انا ديما نقول للاولياء، كما الليقه تكون فيها خلطه برشا تراب ولا اقل تراب، العظام ما ينجمش يكون صحيح. فما امراض تعطي نقص في القوه نتاع العظم وينجم يتعوج. هذا طبعا امراض نادره ماشي موجوده بكثره، ولكن الطبيب الاختصاصي هو اللي ينجم يوجه الصغار. الكوش والقماطه كما قالت لك خالد، القماطه هذه في تقاليدنا وفي تقاليد برشا بلدان الصغار لما يتولدوا يسكروا لهم ساقيهم. وهذا خطأ كبير، لأنه كي تسكر له ساقيه المخارق متاعهم تدزهم، يبدأوا عندهم إمكانية مش يخرجوا من مكانهم. ولهذا الفك بتاع الورك اللي هو موجود عندنا أكثر من 300 حالة في السنة اللي نشخصوها تشخيص عند الولادة. معناتها الطبيب البيدياتر، الطبيب نتاع الصغار اللي توا حصل لنا في تونس، كل ولادة الطبيب نتاع الأطفال يحضر، مش يعمل فحص طبي كامل، مش يشوف شنو فماشي تشوهات خلقية سوى في الباطنية أو في أي حاجة. نثبتوا برشا حاجات منهم المخارق، نشوفوهم في مكانهم أم لا. هذا من الحاجات اسمه الديبيستاج. هذا الطباب الطب نتاع الصغار يعرفوا هذا، ويعرفوا لما يحضروا أول حاجة يثبتوها. طبعا فما إشارات قبل ما يتولد الصغير، الوزن نتاع الصغير كي يفوت 4 كيلو، كي الصغير يبدا يهبط من راسه، فهمتني؟ من ساقيه بلوتو نو؟ من ساقيه باش فارسي احنا نقولوا فارسي. كي ما يهبطش من راسه بلوتو، كي يبدا يكون فارسي عنده امكانيه انه مخارق وتخرج من مكانه. والعلاج نتاع المشكله هذه هو بالعكس، نحلوا الساقين، نحطوا جهاز مش نفتحوا الساقين، فهمت؟ دونك القماطه ماهيش باهي. والسمنة دكتور سعاد تلقى واحد كي تلقى فخاذ ومليانين وهما صغار تعمل وحدها الفورما اكس، معناتها تلقى الفخاذ لاصقين والركيبة بعاد شوية. طبعا السمنة هي مش باهية لا في الصغار لا في الكبار. هذا متفقين فيه. أوكي. معناتها أنتم تعملوا في الكوجينة وكل شيء لازم ينقص شوية من العجين ومن والسكر. طبعا السمنة عند الصغار هي مشكلة كبيرة. ملي صغار لازمنا نعودوا اولادنا على الاكله السليمه. صحيح. فهمتني؟ وتعرف ان توا في العالم اجمع
بما فيهم أمريكا وأوروبا، فما الأكلة السريعة هذه فاست فود، يأكلوا الخبز برشا، خبز برشا، هالكيتشاب وهالمايونيز فهمتني، وزيد معاهم السودا، قولوا السودا كوكاكولا والجازوز. طبعا السمنه تعمل الفورمه هذه، مشكل السمنه ماهيش باهيه حتى حد عاد شيء، فهمتني؟ ولهذا عندكم طبه الصغار نتاعنا وعندنا كفاءات، معناتها لازمنا وكل حلوى هذيك وكل ماكله كل في وسط النهار ثلاثة أربعة رعات في سي با بون، مش حاجة مش باهية بكل. مشكور دكتور ماهر بن غشام على المعلومات هذه الكل، خليك بحذانا باش نحكيو موضة ونحب نعرف رأيك زادة. نرجو أقل عمق أقل. نرجو بحذا لشيف. مرحبا فاطمة، راجعين مع بعضنا ومكملين مشوارنا مع البسكوي لبنين اللي قاعدة تحضر فيه الشيف فتحية شواشي. أنا عبيت البات متاع البسكوي بتاعي في البوش، البوش والدوية ذوما عند السياخ تلقاوهم في حمام في الحمامات طريق كبير بورقبة، طريق متر واحد هذيك تمشيو تلقاو الشروم، الماتريال الكل اللي يعاونكم على الحاجات هذوما على خدمة البسكوي هذا، هذوما سي دي بوش جوتابل، فما دي بوش ما همش جوتابل، فما ماتريال الصغير الكل اللي يعاون المرأة لميناجير اللي تحب تعمل حاجات مزيانة في دارها. دونك لو بوش جوتابل شيف هم خير في كل كل حاجة وصنع كل حاجة والاستعمال نتاعها كما قلت انت، هذا لازم وهذا لازم، كما قلت يلقاو فريق على ذمتكم ينصحكم بالاستعمالات نتاع المعدات كل حاجة ليش تصلح. نحب ان نذكر مشاهدينا اللي تبعوا فينا اللي كونوا كي يمشيوا للحمامات يلقاو الشوروم الكبير غاديكا طريق كبير بورقبة كيلومتر واحد وانت خارج برك الساحل، دونك تلقى اللي تلوج عليه الكل عندهم، والا نجم تمشي كانك في تونس العاصمة تمشي للشوروم نتاعهم الصغير الموجود مقابل قبة المنزه في المنزه واحد، نجموا زادة تواصلوا معاها من خلال صفحتي التواصل الاجتماعي نتاعهم على الفيسبوك وعلى الانستغرام، تكتبوا سياق وتلقاو ارقام الهاتف، تلقاو الادريس نتاعهم على جوجل، تلقاو المعدات والتقنيات اللي يخدموا بها الكل، دونك سياق تسهل عليكم برشا الخدمه وبالكم مطمئن مع سياق. تكنيكمون كي تجيو تصبوا بالبوش ديما لهوثوها من فوق باش البات ما ترجعش بالتوالي، خاطر كان تنزلوا من اللوطه وتخليوها محلوله راهي البات ترجع بالتوالي، ما عادش تنجم تعطيكم الغزاس اللي انتم تحبوا عليها. باهي تجيو تصبوا تنزلوا هكايا وتعملوا في الاخر نواره. بعد ناخذوا البوفريوه نتاعنا ونحطوا فوق كل نواره، نحطوا كعبه بوفريوه، انا كوشتي سخونه في 220 ما اقلش من 220 على خاطر البسكوي هذا يحب السخانه برشا، ترميه في كوشه مسخنه بالقدا بالقدا اقل حاجه 220 درجه، ومن بعد تشوفوه كتاب ولا مزيان نزينوه مع بعضنا. دونك هذايا الكيفوه، هذايا بسكوي، بسكوي ساهل برشا. دونك مشاهدينا دونك شفتوا كيفاش الشيف فتحية تسهل عليكم الخدمه وتجيب لكم ادريس مزيانه باش تسهل عليكم الخدمه. انا مشاهدينا عندي معاكم بعد ما حطينا البرغل يفور، ثم ايتاب اخرى من بعد نوريها لكم نقول لكم عليها، لازم يفور شويه ياخذ غرضه في السخانه بالكدا بالكدا ومع الفابور باش كعبه البرغل بحد ذاتها تتحل وتطيب لنا الخضره. من بعد ثم ديتاي صغير تنقول لكم عليه كي نرجعوا. اكيد انا هوني باش نحضر معاكم سلطه، اليوم سلطه حبيت نستعمل فيها اساسا الجرجير اللي هو موجود توا في السوق التونسيه، نغسلوه بالكدا دونك نظفوه مليح من الرمل نتاعو، والجرجير هذا من الحاجات المفيده برشا، الخضر الخضراء بانواعها الكل دونك نعرفوا اللي هي غنيه بالمعادن خاصه والالياف. انا بعد ما نظفت الجرجير نتاعي حطيته في القاع نتاع الصحن باش من بعد نحضر خلطه ما بين الفخوماج البنين من عند مرياح، اخترت اليوم موتزاريلا، موتزاريلا هذايا السوريز دونك كيما طماطم سوريز، دونك موتزاريلا صغرونه كعابر صغار تجي في دي باكي هكا فيهم الماء مستحفظين بهم، معناها حاطينها في الماء نتاعها باش ما تشيحش الموتزاريلا اللي قدمها لكم مرياح. دونك هذايا كعيبات الموتزاريلا الاولين باش نبدا بهم بعد ما سقطرتهم انا من الماء نتاعهم. نحط معاهم التومات سوريز، دونك هنا الطماطم هاكا تشبه للحجم شويه نتاع الموتزاريلا لكن لون اخر ونكهه اخرى، ونعرفوا الطماطم والموتزاريلا يمشيوا مع بعضهم، وكي نقولوا جرجير ديما يجي في مخنا خاصه البوراتا، البوراتا اللي نلقاوها زاده عند مرياح نلقاوها سواء باللاي نواغ والا نلقاوها ناتيور، دونك هنا تلقاو انواع نتاع بوراتا عند مرياح، ونعرفوا اللي البوراتا مش منين يجي ناخذوها، يلزم ادريس باهيه خاصه كي تكون 100% حليب كيما قدموها لكم
فروماجري مرياح. نحب نقول للناس اللي تحب على الفروماج نتاع مرياح تدخلوا على الباج نتاعهم على الفيسبوك وعلى الانستغرام فروماجري مرياح، تلقاو لي زارتيكل الكل اللي يبيعوهم، الحاجات المزيانه اللي قدموها لكم، وتلقاو زاد لي كونتاكت لي زانفو لاين نتاعهم على ليفريزون ا دوميسيل خاصه في الجراند تونس. دونك هذه المعلومه حبيت نتقاسمها معكم. هوني مشاهدينا بعد ما حطيت انا الموتزاريلا حطيت معها التوماس سيريز، باش نحط معها هنا الزيت زيتونه اللي موجود في تن البدر الحكه الزرقاء، فيها زيت زيتونه اكسترا فييرج، زيت زيتونه ممتاز من العصره الاولى، حاجه مزيانه. دونك نعرفوا اللي تونس معروفه بزيت الزيتونه، وخاصه كي نزيدوه مع تن مزيان باش يمارينيه بالكدا ويترنخ في وسطه يعطينا نكهه بنينه. احنا نكهه التن ناخذوها نعديوها للموتزاريلا والطماطم نفوحوا بها، باش نزيد عليهم شيشه صغيره في الفلك حلوه، الا كان عندكم حبق شايح نعناع اوريغون شويه طرخون الاستراغون، تختاروا انتم شنو باش تفوحوا السلطه نتاعكم. دونك هنا حتى المرتقوش بنين زاده مع لي فروماج، هنا هذايا الكل فوحناها زدناها شيشه صغيره ملح، باش ناخذ هالمكونات هذيا تو باش نحطها فوق ورقات الجرجير اللي حضرناهم هكا، معاهم الطماطم باش يزينهم، وتكون عندي سلطة حضرت في وقت قياسي بمكونات بسيطة وسهلة ونتصور متوفرة في كل دار. بقى باش نزينها أنا بفصوص متاع التن من هوني من عند البدر، ناخذوا شوفوا تبارك الله كيفاش يكون التن فص كامل، دليل على كونه من نوعية ممتازة. أنتم تاخذوا من وريقات ولا فصوص تزينوا بهم وجه السلطة متاعكم هكا، اللي يحب يزيدها عظم أكثر بروتينات كل واحد واش يحب يختار يزيد في السلطة متاعه. أنا اليوم حبيت نقدمها لكم بهالتركيبه البسيطه. بعد شويه تجوني كيف ما قلت باش نكمل معاكم ديتاي صغير يخص الكويسون نتاع البرغل في حد ذاته، الطياب نتاعو وطريقه الطهو المثاليه لي بعد ما نمشيو لفاطمه السويد. يعطيكم الصحه لي شيف، نرجع تو نحكيو موضه مع خوله برمضان مصممه الازياء. خوله نعطيك الكلمه باش قلنا شنو يلزم موجود في خزانتنا. دونك اول حاجه يلزمنا نلقاوها سنه في الكاردوب نتاعنا هي الكوير. الكوير اللي مستنسين نلقاوها في ان مونتو ان كوير، سنه ولينا نلقاوها في برشا حاجات، نجمو ان بلوزون، فيست بلازير، مونتو، روب، بانتالون، معناها سنه نجمو نلعبو بالكوير، نجمو ميم ان توتال لوك ان كوير. سا سي تري توندونس. حاجه اخرى سنه اللي هي توندونس وجايتنا من لا مود نتاع لي زاني 70 هو لو باتش وورك. الباتش وورك ياسر توندونس، نجمو نلقاوه في برشا حاجات، نجمو نلبسوه في دي مونتو، في روب، في عرفتك الباتش وورك اللي كانوا يعملوا بيه قبل الفروشات وكل حاجات كل حاجه من نوع نتاع قماش. دونك الباتش وورك ياسر توندونس السنه ويجينا ديريكتومون من لي زاني 70. من لي زاني 70 اوسي عندنا لو فولار، لو فولار كي تري توندونس، لو فولار كي تلبس هكايا ويبدا شويه الشعر عليه عرفت لو ستيل افيك دي لونيت وكل سا سي تري توندونس اوسي. لا ميني جوب، لا ميني جوب ديما موجوده، ديما موجوده اما سني اكثر من العوام الاخرين. زاده كيف كيف جايتنا من لي زاني 70 لا ميني جوب. اون بيس كي تري توندونس سني بالحق فريمون يلزم عندنا منها في الكارد روب نتاعنا هي لي زونسومبل اون ماي، نراو فيهم بارتو تحل انستغرام فيسبوك في التيلي كيما نراو تويكا سي لي زونسومبل اون ماي سي تري تو موجوده ديجا في البوتيك. موجودين اون شورت معناها شورت اي او جوب اي او بانتالون برشا موديلات وبرشا فازيت حلو و اون بلوس مرتاح معناها كونفورتابل. دونك سي لا مود اللي هكا المراه اللي عندها دي فورم يذول شويه هكا لي فما يونا بور تو بور تو لي غو بور تو لي فورم بور الناس الكل. Donc les ensembles en maille, le matelassé Zeda, le matelassé très tendance ce n'est le matelassé اللي احنا استنيس نبيه كان في لي فيست سني ولينا نلقاوه في لي فيست في السبابط في الحوايج لي شورت لي جوب لي ساك partout ولينا نلقاو لي ماتلاسي و لو ماتلاسي سي hyper tendance يلزم يكون موجود في الكاردروب نتاعنا. حاجه اخرى زاده من اللي يلزم يكونوا موجودين سنه في الكاردروب نتاعنا سي لا فوس فورور. لا فوس فورور زاده تري توندونس اي باش تبدا اكثر لا سوريس سور لو غاتو تكون كيما راو فيها كولوري معناها عندنا لو ليلا اللي هو سي اون كولور تري توندونس سنه لو فير لو روز معناها نلقاوه كولوري ننسيو شويه سنه لاكحل والابيض ولي كولور الغامقين يلزم لي كولور فلاشي.
دونك فوالا كوتي كولور دونك قلنا ليلا فير فما زيدا لو جون فما لامبريمي ليوبار كي اي تري زيدا توندونس و فوالا اي كوتي ماتيير قلنا لو كوير اي لا ماي حلو برشا هذوما 2020 2021 2021 2022 ما نفسخت هذاك بيسكو ما خرجتش فيه دونك مش محسوب دونك فوالا هذايا باش نبداو توندونس ناخذوا من كل اللي سميتهم انا قطعه 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 نركبوا مع بعض وامورنا باهية باهي برشا يعطيك الصحة خاولة ما تحبنيش والله العظيم ميرسي بوكو خاولة دكتور تبع الموضة تبع حاجات توندونس ولا تلبس اللي انت ترتاح فيه وي كشف اي صحيح قلت لك الاولى لا ماركي طبعا كل واحد يتبع الموضه ويشجع الموضه عندنا ناس في الميادين في تونس ونتبع سورتو الموضه نتاع الازياء اللي يصنعوهم في تونس يعطيك الصحه يعطيك الصحة يلزمنا نشجعوا لي كرياتور تونيزيان كيفاه؟ قلت لي يلزمنا نشجعوا لي كرياتور تونيزيان وهو بنته دكتور الي كرياتريس مرحبا ان شاء الله تكون بحذا نظيفة ما تخلينا رقمها دكتور يعيشك ميرسي يا خولة برمضان ميرسي يا دكتورة ماهر بن غشام اخصائي في جراحة العظام والمفاصل عند الاطفال خلينا نرجع بحذا لشيف مرحبا بك فاطمة اكيد راجعين مكملين مع بعضنا مع الشيف فتحية بعد ما حضر البسكويت بتاعنا وطاب شيف عندنا ايتاب اخرى معاه اللي هي معجون سيكا من خذيت معجون المشمش تنجموا تعملوا فريز ولا مشمش ولا كرموس جبه والا سفرجل ونحطوا بين الكعبه والكعبه شويه معجون ونحطوهم انا باش نعمل دو فاريتي فما اللي بالمعجون تو هو سخون مازال يهرب على بعضه ما كي يبرد البسكوي يولي يلصق يشد بقعته ما عادش يقلق جست ندهنوه بشويه معجون ونحطوهم كعبة على أختها ونخليوهم يبردوا ما كانش ناخذوا شوكولاتة نذوبوها كما تشوفوا هكا في كسرونة كسرونتي أو أماسة ذوبوها بماغي هديكم ما تحطوش شوكولاتة طول على النار ناخذوا فرقيتة ونجيو ونعديو على اللوطاني وين ما فماش بفريوة بالفرقيتة هكا بشوية ونزينوهم ويولي بيسكوي مزين على نوعين الوغ نوع بالشوكولاته اللي يحب الشوكولاته وبالمعجون بالسيكام اللي يحب المعجون وكل واحد عنده الاختيار الوغ هذوما نكملهم خليهم يبردوا ونرجعوا نوريكم بسكوينا كيفاش كامل يعطيك الصحه شايف انا مشاهدينا البرغل نتاعي يفور مغطي دونك هنا باش ناخذ لوش انا حاط ماء يسخن بحذايا ديما ناخذ منه شويه ماء مش برشا ما نكثرش برشا ونجي نمرق على الوجه هكا شوي ونخلط علاش هوني هذه في الليتاب هذه مهم برشا شويه ماء باش كعبه البرغل نعاونوها انها تتحل يتوفر لها الميديتي اللازمه في الكسكاس هكا تتحل بالسهل وتاخذ الفحات نتاعها ما نكثرش برشا ماء شويه بركه زوز لوشيت ماكسيموم والليتاب هذه تكمل دونك خليو البرغل نتاعنا دوبا نحركوه هكا من القاع نحاولوا نقلبوا اللي على الوجه معناها تقلب هو يولي للقاع باش يطيب فيسع وتبدا امورنا منظمه الخضره موزعه بالباهي الحومات نتاعنا اللي عملناهم الفاحات ريحتها طالعه بنينه مع المكونات كل حطيناهم للبرغل المفور هذايا نخليوه يكمل يطيب بعد شويه تلقاوه يزين طاوله الماتينال بعد ما نمشيو الفاطمه السويت مشكورين اللي شاف بعد شويه تقام زين كروش اللي قاعدين في بلاتو الماتينال الكل دونك نخرجوا فاصل بعد نرجع طلت الأحباب والجارة عالخير تلمينا غمزة وضحكة وتبارة وعلى عزاز علينا يا اللي بيك فرحتنا تحلى بيك قعدتنا والعشرة جمعتنا قوتنا في لمتنا كل عزيز نعطي كارة ونودك يجينا سيكا ميا العمارة وبسرها تزهينا ياللي بك فرحتنا تحلى بك قعدتنا والعشرة جمعتنا قوتنا في لمتنا Thank you.
وردة سرنا المحبة. كي يسألوك على الأصل الطيب قلهم أرض طيبة، وإحنا توا أكثر من 23 سنة نخدموا في أرض كريمة بجهدنا ويدينا، ومن مزارعنا نجمع حليب صافي من أحسن ما تنتج الطبيعة، ونزيد نقف عليه في مصانعنا الضمان جودته العالية، خاطر هو الأصل في صنعتنا وحرفتنا، صناعة الأجبان، أجبان مرياح سرها صنعة اليدين، حرفة واتقان كل العاملين، وفي خدمتنا نعرفوا لي كل حركة مهمة، كل شيء محسوب، باش نوصلوا ننتجوا جبن بنين ويملى العين، ومهما كان نوع الجبن نعطيوه حقه، ياخو وقته وبلاستو ونتبعوه من اللي حضرناه وخدمنا عليه حتى يوصل بين يديكم، وبأحسن ما ننجو نودوكم وين ما كنتوا، على خاطر بينا أمنتوا وعلينا عملتوا. أجبان مرياح ديما لمحبتكم ساعين. تن البدر صحة ونكهة وبنة، عرفتي توسر تن البدر وهل يخفى القمر؟ انت الحرة بين نساهم، انت الفن وانت للاهم، تصنيفك تفوت قداهم وتشفيهم من نار القايدة. طيب نقلي ولا نشوي، معونة كله ما يلصقش، فوق الجاز ولا في الكوشة، كي تغسل ما يتجرحش. هذا المعون وهذه أحسن جودة، خلي الناس تشوف ومعنا تعرف الفايدة، أحسن ما في السوق ليك والباقي العيلة، بيجيك انتي تحمل وتمنى الميدة. OMS Cuisiner autrement.